لو حبينا نتكلم في مجال الشبكات، هو المجال عندنا عموما متقسم لفرعين او اتنين برانش كبار. البرانش الاولاني اللي هو مهتم بازاي اوصل الكمبيوترات ببعضها، وازاي الكمبيوترات تقدر تشوف بعضها وتكلم بعضها وتنقل البيانات مع بعضها. والمجال ده المشهور فيه اللي هي سيسكو وجونيبر، واخيرا هواوي داخله بقوه في المجال ده. والمجال التاني اللي هو الاوبريتنج سيستم بقى الموجودين على الكمبيوترات نفسها، ازاي اقدر اعمل مانج ليهم، ازاي اخلي في سيرفر هو اللي يتحكم في الكمبيوترات التانية ويخدم عليهم. الجزء اللي هو التاني ده بتاع الاوبريتنج سيستم المشهور طبعا فيه اللي هو مايكروسوفت لينوكس ويونكس ونوفيل تبع برضو انظمة يونكس. احنا اللي شغال عندنا في مصر بكثرة اللي هو السيسكو والمايكروسوفت، وفي بعض الشركات النادرة بتطلب لينكس، بس برضو يعني لما بتكون طالبة يونكس ساعات بتطلب معاها اللينوكس، سوري بتطلب معاها اللي هو مايكروسوفت. وغالبا في معظم الأحيان الشركات بتطلب ان انت يكون معاك سيسكو ويكون معاك مايكروسوفت، ما يكونش معاك حاجة واحدة. هو في فلات بره هم عندهم التخصص اكتر، يعني اللي هو اللي ماسك مايكروسوفت بيفضل مكمل في مايكروسوفت واللي ماسك سيسكو بيفضل مكمل في سيسكو. لا احنا عندنا الحكايه عايمه شويه. لو جينا نتكلم بس توضيح حاجات التوصيل وحكايه الاوبريتنج والكلام ده، لو مثلا انا عندي برانش هنا ده في القاهره، فرع للشركه في القاهره، وعندي ده كمبيوتر مثلا جوه الفرع، وادي كمبيوتر تاني، وادي كمبيوتر تالت مثلا، وادي كمبيوتر رابع. فالكمبيوتر دي عاوز اتكلم بعض، فاتكلم بعض ازاي؟ هحتاج اجيب لهم سويتش. السويتش ده هوصل عليه الكمبيوترات، الكمبيوترات دي تقدر تتكلم بعض من عليه. فالسويتش ده تعتبر من الهاردوير اللي بيخلي الكمبيوترات تقدر تتكلم مع بعض او تقدر تشوف بعض. فديت ده شغل اللي هو سيسكو. طب لو انا عندي مثلا فرع تاني موجود في القاهرة، بينه وبين المكتب ده مثلا مسافة، يعني مثلا المكتب ده في الدور الاول وعندي اللي هو الفرع التاني، يعني قصدي يعني هو المكتب موجود في عمارة، ده الكمبيوتر دي موجودة في الدور الاول وعندي كمبيوتر تاني موجودة في الدور التاني، برضو اعتبر هنا دول حبة كمبيوترات اهم، وهنا في سويتش برضو رابطهم. طب انا عاوز دول يكلموا دول، بحتاج راوتر. الراوتر ده هقدر اربط بينه اللي هما الاتنين، بحيث اللي هو الاجهزة اللي هنا تقدر تكلم الاجهزة اللي هنا عن طريق استخدام اللي هو الراوتر. فديت برضو حاجات حاجات سيسكو. طب مثلا لو هتفانا ده هو القاهرة، طب لو انا عملت فرع الشركة في الاسكندرية، فبرضو عندي هنا الكمبيوترات، لو جبت لهم السويتش فهم بيقدروا يكلموا بعض. تمام. طب انا عاوز اللي هو الفرع الاسكندرية يقدر يكلم الفرع بتاع القاهرة، فديت بحتاج اعمل حاجه اسمها وان لينك، بربط منها باستخدام راوتر هنا وراوتر هنا. اللي هي الوان لينك ده عباره عن خط باجره من دي داتا، تقريبا بيخش 30,000 في الشهر ولا حاجه كده. يعني الفكره اللي هو انت ممكن برضو انت اللي بتظبط الحكايه ديت من الفرع، من هنا ومن هنا، والخط نفسه هي تي داتا اللي بتظبطه. ففكرة اللي هي تي داتا بتظبط الخط ده برضو دي ناس محتاجة، يعني تي داتا محتاجة ناس بتوع سيسكو. والفكرة اللي هو الفرعين بيكلموا بعض او شايفين بعض بيعرفوا يكلموا بعض، ده شغل سيسكو. فهو ده شغل سيسكو وجينيفر بشكل عام يعني. طب انا دلوقتي خلاص قدرت وصلت اللي هي الفروع اهي، وشايفه الكمبيوتر كلها شايفه بعض وبتكلم بعض. يجي بقى دور الاوبريتنج سيستم. انا عاوز بقى اللي هو احط هنا اوبريتنج سيستم مثلا ويندوز 7، وهنا ويندوز 7، وهنا ويندوز 7. لو انا حطيت اللي هي ويندوز 7 بس على الاجهزه، فعندي الراجل ده اللي هو بتاع الاي تي ادمن، الاي تي ادمنستريتور اهو، جميل اهو. هو محتاج يجي هنا يقوم سطب الويندوز بنفسه، يجي هنا سطب الويندوز بنفسه، يجي هنا سطب الويندوز بنفسه، يخش هنا يعدل الاكونت بتاع اليوزر، وبرضه هنا وهنا وهنا، وبرضه نفس الكلام هيروح يحتاجه يعمله في اسكندريه.
هو هيطلع الدور اللي فوق برضه يخلص الشغل ده وينزل، يكون عقبال ما يخلص الشغل هنا يكون في واحد طلع له من هنا يقول له لا عندي مشكله في الكمبيوتر، يقوم رايح له يحل له المشكله بتاعت الكمبيوتر. طب انا اليوزر عاوزين ينزلوا اوفيس، طب اليوزر مش عارف عاوزين يعملوا ايه. فهو الراجل اللي هيتنفخ من الاخر اللي هو الاي تي ادمن. فعلشان كده بنجيب اللي هو الويندوز سيرفر. الفرق بين الويندوز سيرفر والكلاينت، الكلاينت زي ما كلنا شغالين على ويندوز اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، اوبريتنج سيستم بيتيح لليوزر اللي هو مثلا يعني يؤدي المهام الاساسيه بتاعته، يخش على النت، يلعب، يشغل برامج، الكلام ده. الويندوز سيرفر بقى بيقدم خدمه، يعني هو اسمه سيرفر يعني خادم، بس بالمثال بتاع اللي هو خادم القوم سيدهم، او اللي هو ده عند السيرفر بيقدم خدمة ليهم، بس هو في نفس الوقت الماستر بتاعهم او السيد بتاعهم. بحيث مثلا انا ممكن ايه الخدمات اللي هو السيرفر يقدمها لي؟ ممكن بدل ما هو الاي تي ادمنستريتور هو اللي بيروح يسطب اللي هي الاوبريتنج سيستم على الكمبيوتر، لا انا ممكن اخلي في نسخة اوبريتنج سيستم هنا عليها ويندوز 7 هي تنزل لوحدها على على الكمبيوترات من غير ما اليوزر، من غير الادمنستريتور هو اللي يحتاج يروح ينزلها على الكمبيوتر بنفسه. ممكن كمان اعمل احط هنا الابديتس بتاعت مايكروسوفت، بحيث اللي هي الكمبيوتر نفسها تطلق، يعني بحيث الكمبيوترات لما تحب تعمل ابديت بدل ما هي الادمنستريتور يقعد عليها علشان يخليها تطلب ابديت من على النت، وبدل ما هي كل كمبيوتر يطلع يكلم النت لوحده علشان يجيب ابديت، لا هو انا عندي بيبقى سيرفر بنزل عليه الابديت مره واحده والكمبيوتر بيسحب الابديت منه، فده بيوفر لي في السحب بتاع النت. في مثال تاني مثلا اللي انا بقدر اعمل بقى فحص على الكمبيوترات ديت، لو هي عليها الانتي فيروس بتاعها شغال واب تو ديت ولا لا، لو هي مش اب تو ديت لا شكرا انت مش هينفع تخش الشبكه عندي، لازم تعمل ابديت عشان تقدروا تخشوا شبكة السيرفر يخدم عليكم. السيرفر ممكن برضو اهم يعني اشهر حاجة للسيرفر او كل الشركات بتعملها اللي هو الدومين، اللي هو بيعمل له دومين، هنتكلم بتفصيل في الكورس ان شاء الله عن الدومين. بس الفكرة اللي هو الدومين اللي هو السيرفر ده بيتحكم في الكمبيوترات اللي هو اليوزر، ايه الصلاحية اللي هو مأخدينها في الكمبيوتر، ليهم الحق يفتحوا النت ولا يفتحوا برامج ولا لا، ليهم الحق يستخدموا برامج ايه، ليهم الحق يشوفوا الشير، يشوفوا ايه اكسسوا فايلز، ايه الكلام اللي هو يعني الكلام بتاع الاوبريتنج سيستم نفسه، اللي هو انت خلاص الكمبيوتر بتصل بعضها، انت بس دلوقتي هتتحكم من ناحيه اللي هو اليوزرز هيستخدموا ايه جوه الكمبيوتر، ملف انت عاوز تشيره هتشيره ازاي، طب انت لما شيرته مين هيقدر يستخدم الملف المتشير ده. ده كله شغل بقى مايكروسوفت وشغل اللي هو لينوكس ويونكس. لو حبينا نتكلم عن اللي هي الشهادات، فانا عندي اول ليفل في سيسكو وفي مايكروسوفت، اللي هي في سيسكو عندي اللي هي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت، وفي مايكروسوفت عندي اول ليفل اللي هي ام سي اس اي. لو جينا نتكلم على اللي هي سيسكو، فهي دي تعتبر المدخل في عالم الشبكات من ناحية سيسكو. ديت بتأهلك اللي انت مثلا تكون هيلب ديسك او بتكون اللي هو كاستم كاستمر سيرفيس او تكنيكال سبورت، اللي هي شغلات اللي لسه بتبتدي فيها، وبتأهلك يعني بعد كده اللي هو تبتدي تخش بقى المجال. وطبعا بعد ما انت دخلت المجال هتاخد سيسك بي والكلام ده هتفتح معاك ان شاء الله. سيسكو ليها مجالات كتير قوي، في مجال السكيورتي، وفي مجال الروتنج اند سويتشنج، وفي مجال الفويس، وفي مجال الداتا سنتر، وغير كده في مجال الديزاين، يعني مجالات كتيرة قوي. ف
فكل مجال من دول ليه بعد ما انت خدت سي سي ان اي ديت، كل واحد من دول ليه سي سي ان اي باسمه. يعني مثلا عندك سي سي ان اي سكيورتي، سي سي ان اي فويس، سي سي ان اي داتا سنتر، وهكذا. اللي هي ان اي قلنا نتورك اسوشيت. بعد كده عندك السيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال، ديت اللي هي اعلى حاجه بعد اللي هي السي سي ان اي. هي موجوده في كله، يعني سي سي ان اي برضه موجود، سي سي ان بي سكيورتي، سي سي ان بي سكيورتي، سي سي ان بي اللي هو الفويس، وهكذا. واللي هي السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، وينفع تاخدها على طول من السي سي ان اي العاديه، مش ملهاش سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. هي سي سي ان اي دي تعتبر راوتنج اند سويتشنج. التالت ليفل اللي عندك في الشهادات بتاعت سيسكو اللي هي سي سي اي اي، لو انت خدتها تعتبر مثلا معاك دكتوراه في الشبكات، يعني دي شهاده محترمه وامتحاناتها يعني امتحانات محترمه. اللي هو الامتحان تقريبا العملي اللي انت بتروح تقعد 8 ساعات في لاب قدامك الاجهزه، لازم مدينك كذا تاسك لازم تخلصهم وانت شغال بايديك. يعني لازم فعلا عشان توصل للسي اس اي يعني لازم تكون راجل محترف محترف محترف. ده اللي هو المجال بتاع سيسكو. لو جينا نتكلم على اللي هو المجال بتاع مايكروسوفت بقى، انت الاول كان عندك في 2003 كان عندك اللي هو المصطلح ام سي اس اي، كان اسمه مايكروسوفت سيرتيفايد سيستم ادمنستريتور. ده كان 5 امتحانات تقريبا. كان برضو بيأهلك زي ما قلنا في سيسكو، بيأهلك انت تكون تكنيكال سبورت، هيلب ديسك، اللي هي الحاجات الصغيره دي. بيعلمك ازاي تقدر تشتغل على الاوبريتنج سيستم، ازاي مثلا لو يوزر من اللي هم الكلاينت العاديين حصل له مشكله فانت بتروح تحلها له، اللي هو لو الاي تي مانجر بتاعك قال لك اعمل لي حاجه انت بتقدر تعملها. بعد كده كان في اللي هو المايكروسوفت سيرتيفايد سيستم انجينير، برضو كان ده كان في 2003. ده فكرته، يعني الفكره اللي هو كان في امتحانين زياده، كان منهم امتحان اللي هو الاكتف، كان اللي هو اللي بياخد ده يعني يعتبر بمثابه يعني انجينير او راجل خبير بقى في اللي هي نظم التشغيل والكلام ده. لما نزل الاوبريتنج سيستم بتاع 2008، مايكروسوفت غيرت المسمى بتاع الشهادات، علشان بيقولوا الناس المهندسين اتضايقت ازاي، يعني ناس ما دخلوش كليه هندسه وياخدوا لقب انجينير. فمايكروسوفت غيرت الاسم خليته ام سي اي تي بي، بحيث اللي هو بقى مايكروسوفت سيرتيفايد اي تي بروفيشنال. وعملت منه نسختين، نسخه اللي هي الام سي اي تي بي ادمنستريتور سيرفر ادمنستريتور سوري، والنسخه الثانيه انتربرايز ادمنستريتور. السيرفر ادمنستريتور كان 3 امتحانات، والانتربرايز ادمنستريتور كان 5 امتحانات. الانتربرايز كان بيتكلم تاخد في تدرس في الكلاينت، انما اللي هو السيرفر ادمنستريتور ما كنتش بتدرس في الكلاينت. وبرضه نفس الفكره، يعني هو الاثنين بقى قريبين من بعض قوي، بس اللي هو الفرق اللي انت عرفت بتتعامل مع الكلاينت هنا. دلوقتي اللي هي الشهاده الجديده بقى من مايكروسوفت اللي هي نازله مع 2012، بقى عندك اللي هي ام سي اس اي 2012. بس بقى بدل هي بنفس الاسم القديم، بس الكلمات نفسها اللي هي دي الحروف دي اختصارها اتغيرت، بقت مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اسوشيت. ديت برضو بتأهلك ان انت تكون تكنيكال سبورت او اللي هي الحاجات الابتدائية. واللي هي الحاجة التانية اللي هي ام سي اس اي، ديت بقت مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اكسبرت، بقيت راجل خبير في السوليوشن بتاعت مايكروسوفت. ديت برضو قلنا خليك تقدر تتعامل مع كلاينتس او مع الاوبريتنج سيستم، بحيث ان انت تقسم تقدر تسطب ويندوز، تقدر تعمل في مشكله على الكمبيوتر تقدر تحلها. الاكسبرت بتتكلم من ناحيه الديزاين ومن ناحيه البلاننج والكلام ده اكتر. يعني مثلا انت لو اتكلمنا، انت عندك هنا فرع في قلنا اسكندريه وفرع في القاهره، فالام سي اس اي بتخلي اللي هو الراجل الام سي اس اي اللي موجود في اسكندريه الادمنستريتور اللي هنا يتصل بيه يقول له انا عاوزك تحل لي، عندك مشكله في الكمبيوتر ده انزل حلها لي، يقدر يحلها.
انما اللي هو الاي تي مانجر نفسه اللي هنا ده لا، بيكون معاه ام سي اس اي، او يعني فكره، فكره الام سي اس اي اللي هو ايه، انت مثلا عاوز تحط سيرفر، طب هتحطه في القاهره ولا هتحطه في اسكندريه؟ طب ليه هتحطه في اسكندريه ومش هتحطه في القاهره؟ او ليه هتحطه في القاهره وما تحطوش في اسكندريه؟ طب ولا الاحسن تحط سيرفر واحد هنا وبتوع اسكندريه يبقى يعدوا عليه، ولا الاحسن ان انت تحط سيرفر هنا وسيرفر هنا؟ دي الفكره بتاعت الام سي اس اي، اللي هو اللي انت تعمل ديزاين او تعمل بلاننج ايه الانسب للشركه بتاعتك، من ناحيه اللي هو اللي يسهل على اليوزر اللي هم يشتغلوا. لو جينا نتكلم بقى على ارقام الامتحانات اللي انت بتحتاجها عشان تاخد الشهاده بتاعت الام سي اس اي والام سي اس اي، فاللي هي الام سي اس اي 2012 محتاج لها امتحانات اللي هي 70، 70 ديت اللي هو رقم الامتحان بتاعت مايكروسوفت عموما، 410 و411 و412، اللي هي الام سي اس اي احتاج لها امتحانات اللي هي 413 و414 عشان يبقى معاك حاجة اسمها سيرفر انفراستراكشر، و415 و416 بيبقى معاك شهادة اسمها ديسكتوب انفراستراكشر، وعندك امتحانين اللي هما 246 و247، دول بيقدموا لك ام سي اس اي برايفت كلاود، غير بقى الامتحانات التانية، الزرارات التانية من الام سي اس اي زي الام سي اس اي مسجنج اللي هي بتاعت الاكستشنج، وعندك الام سي اس اي الخاصة بسيكوال، يعني كل حاجة من برامج مايكروسوفت اللي هي الام سي اس اي بتاعتها. لو جينا نتكلم عن اللي هو 410 و411 و412، لو انت كان معاك اللي هي الام سي اي تي اي بي، او عرفت اللي هي النظم مايكروسوفت كانت شغاله بيها الكورسات بتاعتها قبل كده، كانت بتقسم المواد بتاعتها لماده اسمها اكتيف دايركتوري، ديت بتتكلم عن بيئه الدومين وازاي بتتسطب الدومين وازاي بتتحكم في اليوزر. كان عندنا ماده اللي هي اسمها انفرا، ديت كانت بتتكلم عن اللي هو الاي بي هات والدي اتش سي بي والدي ان اس، واللي هي الحاجات اللي ازاي هتعمل انفراستراكشر للدومين بتاعك والشبكه بتاعتك، زي الابديت، زي السيرفرات بتاعت البي بي ان والكلام ده. وكان بيبقى عندك ماده اللي هي اسمها السيرفر، ديت كانت بنعيد اللي هي المواضيع ديت الموجودة هنا بتفصيل اكتر، وفي كم موضوع كده زيادة، يعني مواضيع ادفانسد زي اللي هو اللود بالانس، زي الكلاستر، كلام يعني هنتكلم عنه ان شاء الله في الكورس هنا. بس كانت كل مادة عبارة عن مادة منفصلة لوحدها. هنا في 2012 صراحة مايكروسوفت عملت حاجة يعني احييها عليها، اللي هي اخدت حاجة يعني حتة من كل كورس حطيتها في التلاتة دول. يعني مثلا 410 هتعلمك ازاي تسطب ويندوز، ازاي تتعامل مع اليوزر بشكل مبدئي، ازاي تسطب اكتيف دايركتوري، ازاي بتتكلمك عن بداية الاي بي هات. بعد كده لما تخش على 411 اللي هو الكلام يبتدي يصعب، لغاية ما توصل ل 412 اللي هو بقى الكلام الادفانسد قوي. فاللي هي يعني اخدت حتة من كل كورس من هنا وابتدت تصعب كل ما انت ماشي، مش اللي هو اللي كانت مادة كاملة لوحدها بتدرسها بصعوبتها بسهولتها وبعد كده تخش في المادة اللي بعدها. بالنسبة للناس اللي هي كانت معاها ال MCITB وعاوزة تعمل upgrade ل MCSA 2012، ففي مادة عندنا اللي هي 70417، ديت بتحلك لو انت خدتها، سواء لو كان معاك ام اس اي تي بي سيرفر ادمنستريتور او ديسك توب، سوري سيرفر ادمنستريتور او انتربرايز ادمنستريتور، فاللي هي الماده ديت لو انت خدتها فانت كده بقى معاك ام سي اس اي 2012. واصلا لو انت يعني او كده او كده، لو كان معاك ام اس اي تي بي سواء سيرفر او انتربرايز، فانت معاك حاليا ماده شهاده اسمها ام سي اس اي 2008، فانت كانك بتعمل ابجريد من الشهاده ديت للشهاده ديت من خلال اللي هو الامتحان 417. كده يعتبر خلصت كلام من ناحيه الشهادات اللي هي بتاعت مايكروسوفت بشكل مبدئي كده بسيط، وهنبتدي ان شاء الله من المره الجايه نتكلم عن
كورس 470 410 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.